ما حدش مرتاح، ازاي بندور عالفرحة واحنا بندور في جراح؟ ما حدش مرتاح، بنعيش نتمنى نروح سكة وسكك مختلفة بتتراح. ما حدش مرتاح، ازاي بندور عالفرحة واحنا بندور في جراح؟ ما حدش مرتاح، بنعيش نتمنى نروح سكة وسكك مختلفة بتتراح. يظهر عذاب الحب الله استحلنا، ومفرقين روحنا في مليون اتجاه، واللي بيبكي علينا قصادنا ومش شايفينه بعنينا، وبنبكي على اللي راح. يظهر عذاب الحب الله استحلنا، ومفرقين روحنا في مليون اتجاه، علينا قصادنا ومش شايفينه بعنينا، وبنبكي على اللي راح. محدش مرتاح، كل الحاجات الضايعه اللي اتعلقنا بيها، مش كل حاجه نفسنا فيها نلاقيها، بنهوى ليه نعذب روحنا؟ والله فرق كبير ما بين بنحب حاجه وبين حبة وجع بندمنه بسذاجة. موقفنا في مطرحنا، يظهر عذاب الحب الله استحلنا، استحلنا ومفرقين روحنا في مليون اتجاه، مليون اتجاه. واللي بيبكي علينا قصادنا مش شايفينه بعنينا، وبنبكي على اللي راح. محدش مرتاح.